الثالث والعشرون من مارس عام 2021 بدأ كيوم عادي من أيام قناة السويس. حركة الملاحة تسير على ما يرام، المختصون بمراقبة حركة الملاحة يتابعون مرور سفن قافلة الجنوب. مرت 12 سفينة بسلام، ولكن في تمام 47 دقيقة بدا أن السلام لم يدم. استيقظ العالم على وقع كارثة. السفينة رقم 13 لم تمر. السفينة اخترقت الحواجز الصخرية بزاوية حادة شديدة الانحراف. جرحت السفينة في الكيلو 151، يبلغ طولها نحو 400 متر وعرضها نحو 59. السفينة أغلقت المجرى تماماً، كانت متجهة بحمولتها من الصين إلى روتردام. أزمة السفينة البنامية في قناة السويس، الشغل الشاغل لمصر والعالم. Giant container ship wedged from bank to bank. Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. This is a traffic jam like no other. تأخر تسليم البضائع حول العالم نتيجة هذا الإغلاق. أما أسعار النفط فارتفعت بشكل ملحوظ. لكن السؤال الأهم، كيف سيتم تحرير هذه السفينة العملاقة؟ ومتى سيعاد فتح المجرى الملاحي الأهم في العالم؟ الساعة 7:51 بالظبط استلمت بلاغ من السادة المرشدين اللي موجودين على مركب الإيفر جيفن إن المركب شحطة، وكان الشحط حسب بلاغ السادة المرشدين بسبب سرعة الريح وبسبب ارتفاع السفينة. على الفور بلغت السيد مراقب الملاحة المنوب معانا والسيد رئيس الحركة المنوب برضو اللي معانا. لقيت بلاغ من ضابط الميناء في مكتب الميناء بوقوع شحط للسفينه او جنوح للسفينه ايفر جيفن في الكيلومتر 151. احنا اول حاجه احنا دايما بنديها في الحاجات دي، اولا ان احنا بنرفع درجه استعداد وحدات الانقاذ وبنجهز الحركه عشان تجهز المراكب لو في الموضوع هيطول او محتاج اكتر من قطره. يعني وجهنا على طول 4 قطرات وانا بنفسي اتحركت علشان اروح اشوف الموقف ايه، لان طبعا هي كانت جانحه في الجزء اللي هو ما فيهوش ازدواج في الجنوب، يعرف السويس الجزء اللي ما فيهوش ازدواج. فتحركت هناك وبعدين لما وصلت هناك فعلا شفت المنظر عرفت ان الموضوع ده مش سهل. عندنا المختصين موجودين في بورتو توفيق بداوا وراحوا وابلغوني ان لا الوضع يعني صعب جدا، وان المركب معديه جوانب القناه، وجوانب القناه دي بتبقى عباره عن حيطه من الستائر الحديديه الصلبة زائد جانب من الدبش الأحجار، كنا تخترقها وتعدي مسافة كبيرة لجوه، يعني تصل ل 12 متر أو أكتر، حوالي 20 متر يمكن إجمالي يعني. When I first heard about the Ever Given going aground in the southern part of the Suez Canal on that Wednesday, I thought, well, here we go, because this is a big ship. So when we heard that she went aground, we were like, well, this is going to be interesting. And then when we heard exactly where she went aground, we were like, wow, now we've got some trouble. The Suez Canal is absolutely essential to global shipping. More than 1/10 of all goods traveling around the world in any given year travel through the Suez Canal. Now that's an enormous amount of goods and components and other cargo traveling through this body of water. And so we have seen since the 1970s, the volume on any single ship traveling through the Suez Canal has skyrocketed. نظرا للحادث ده كان حادث استثنائي
ولم يحدث في التاريخ لا القديم ولا الحديث في النقل البحري على مدار العصور خالص. وكان حادث استثنائي لي كان نظراً لحجم السفينة اللي هي إيفر جيفن دي، تعتبر من أكبر الوحدات البحرية العائمة في العالم من ناحية الطول ومن ناحية العرض ومن ناحية الارتفاع ومن ناحية الحمولة العائمة على سطح المية. احنا عايزين نعرف ان إيفر جيفن دي أكبر من أكبر حاملة طائرات في العالم بمرة ونص. الوزن اللي عائم على سطح المية يتجاوز 500,000 طن. انسداد مفاجئ في الشريان الرئيس لقلب تجارة الكوكب. المحللون من الصين إلى الأمريكيتين يقدرون الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بالمليارات. خطر داهم يحوم حول بورصات العالم، والكل عبر نشرات الأخبار يتأمل صورة علوية لسفينة جانحة مملوكة للشركة اليابانية شوي كيسن واسمها إيفر جيفن. And you got one of the biggest ships that's completely gone into the starboard or the right-hand side of the canal, and the momentum swung the stern around and completely blocked it. أعلنت قناة السويس تعليق حركة الملاحة للسفن القادمة من الشمال والجنوب وصولاً إلى البحيرات المرة. حادث استثنائي، كويس. بناءً على هذا الحادث الاستثنائي بدأ العالم يوم صباح 23/3 يهتز لما سمع أن قناة السويس أغلقت تماماً في الاتجاهين. وشكلت خلية أزمة وطنية بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء كافة القطاعات في القناة، ودفع بفرق الإنقاذ والغطاسين لعمل المعاينات الأولى التي نقلت أن حالة إيفر جيفن معقدة وخطيرة. بندلغ فريق الإنقاذ البحري اللي هو بيتبع إدارة الترسانات عندنا في هيئة قناة السويس، اللي هو فريق الغطاسين، هما بينزلوا وبيغطسوا وبيقولوا لنا. احنا بقى بنكون الزملاء اون بورد في البريدج بتاع السفينه او في غرفه قياده السفينه، شحطه بطول قد ايه وبعمق قد ايه، وضعها تحت المايه ازاي، اللي بيقولوا لنا الحاله دي الغطاسين. طبعا على الفور احنا جهزنا المعدات الخاصه بالغطس وتوجهنا على الفور لموقع السفينه، وتم عمل معاينه خارجيه لحاله السفينه. اول ما نزلنا المايه كان الموضوع صعب جدا، يعني كان التيار شديد جدا جدا. هو طبعا لو مش مشيئه ربنا تدخلت في الموضوع كان الموضوع هيبقى صعب، بس ما كانش في حل غير ان احنا نعمل معاينه عشان يبتدي السيناريو كله يشتغل بعد كده. وقت الحادث الابطال رضا رئيس القسم وقتها كلمني، واخذت الابطال جمال مساعد قائد الميناء، وتوجهنا خدنا لانش وتوجهنا للسفينه. احنا رايحين للسفينه اطمنا على ان الاربع سفن اللي وراها ان هم ربطوا وامان. رجعت السفينه بنطلع نقيم الموقف ونشوف ايه اللي مطلوب يتعمل عشان السفينه تعوم، بس طبعا الحاله كانت صعبه شويه، المركب محتاجه دعم اكتر. انتصف النهار في قناة السويس وقد أغلقتها السفينة إيفر جيفن. على بعد كيلو ونصف الكيلومتر من موقع الجنوح انطلقت إحدى كاسحات القناة وعلى متنها حفار أصفر صغير. بدأنا نخلي في أول يوم بالأقرب معدة موجودة لينا، يعني كنا بنستدعي المعدات من المواقع، فكان في الحفار الشهير اللي هو ظهر في الإعلام، وكان يعني يمكن مسار برضو كان فيه نوع من السخرية بين بعض يعني، لكن الحقيقة الحفار ده بين لنا الشكل المقدم المركب شكله ايه، والبروز اللي تحت اللي مش باين تحت الارض. استدعوني ان انا اجي على الحفار. الحفار كان بيبعد عن السفينه بكيلو ونص، فطبعا جيت والكساحه جت نلت الحفار عند السفينه،
فبدأت طبعا في العمل عند المقدمة لحد ما جيت دعم تاني حفارات تاني وكده. بدأت في العمل من مقدمة السفينة أشيل الصخور والأتربة اللي حواليها وأرفعها. العالم يراقب العامل المصري عبد الله طلعت عبد الجواد سائق الحفار وهو يقترب من العملاق الجانح رويداً رويداً، ومواقع التواصل الاجتماعي تسخر من الآلات الصغيرة التي تبدو وكأنها نملة إلى جوار فيل نائم. الصور على السوشيال ميديا ما لفتتش انتباهي تماماً، لأن طبعاً أنت في مهمة طبعاً، فطبعاً ما تحكمش على حد إلا بعد ما يخلص المهمة. فشل من حقك تتكلم. كان عندنا ثقة كبيرة جداً في ربنا وفي الناس إن إحنا هننفذ الموضوع ده إن شاء الله بنجاح، فكان كل اللي كان بيتعال ده ما كانش بيأثر فينا، يعني لدرجة إنه يحبطك. يمكن بناخده إحنا دافع إن إحنا نشتغل. وبينما الوضع يتوتر، هيئة قناة السويس تطمئن العالم وتقدم الدعم اللوجستي اللازم لمئات السفن المتزاحمة في الشمال والجنوب. The effect on the world was immediate because clearly the Ever Given was there in the Suez Canal and couldn't get to its various destinations that it had planned to reach after the Suez Canal. So that was the immediate effect. The immediate effect also included all the ships that couldn't travel either way through the Suez Canal having to wait, and it was dozens of vessels waiting to cross one way or the other through the Suez Canal. كان دورنا برضو ان احنا بنلبي احتياجات هذه السفن، سواء اللي موجودة عن طريق التوكيلات اللي موجودة في البحيرات الكبرى او الموجودة في بحيرة التمساح اللي هو ورانا على طول هنا تشوفها من هنا على طول، او موجودة في الغواص. So the most important disruption caused by the Ever Given being stuck in the Suez Canal was on just the general supply of goods. It wasn't that one sector in particular was affected. It was the general supply of goods, and we should remember that the ships traveling through the Suez Canal carry everything from oil to construction materials to live animals. For example, hundreds of thousands of animals had to wait to get to their destination, to where they would, of course, be slaughtered. What does that mean for the supply of food to the countries to which those animals were traveling? المراكب دي بدأت فيها عندها فيها مشكلة، إن هو بدأ الأكل والعلف يخلص، بدأ محتاج مية، محتاج علف. طبعاً إحنا كنا بنساعدهم عن طريق وزارة الزراعة إن هو جابوا لهم علف، وإحنا بقينا ناخد هذه المواد ونوصلها للسفن عن طريق الوحدات البحرية بتاعتنا. خلية الأزمة تفاضل بين كل الخيارات لإنقاذ المجرى الملاحي، فإما اللجوء إلى قطر السفينة مباشرة أو الدخول في مغامرة تفريغ الحمولة. بعد تفكير مضن تفتق ذهن خلية الأزمة عن حل نوعي، اللجوء إلى الحفارات الأرضية والتكريك لتسهيل عملية شد السفينة بالقاطرات. أول حاجة إن إحنا نشتغل بالقاطرات، إن إحنا نبدأ نقطر المركب دينا ونقطرها يعني للخلف عشان نطلعها من الشحط اللي فيه، وبعد كده بالكركات. السيناريو الثاني إن إحنا نستخدم الكركات، بعد كده السيناريو الثالث اللي هو تفريغ الشحن، وده دايما بيبقى سيناريو محطوط على جنب كده عشان لو اكتر من سيناريو ما ينفعش بيبقى ده الحل الثالث، وده بيبقى اصعبهم عشان كده دايما بنأجله على احتمال ان احنا نقدر نخلص بموضوع القطرات. والكركات ده كان مستحدث على فكره، موضوع ان احنا نستخدم الكركات ده موضوع ما كانش متعارف عليه، واول مره يمكن يستخدم في عمليه انقاذ في العالم كله. بدأنا نجمع قطراتنا، عملنا محاولات شد للاسف بقت بالفشل. بدأنا نشوف بقى، لأن في أي مركب عندنا بتشحط بدأنا بنشوف المركب عليها كميات وقود قد إيه وكميات مية قد إيه. When you have these large ships that go aground, so you either have ballast water that you can move, fuel that you can move, adjust the trim, you got dredges and tugs. لقينا للأسف هو عنده 7000 طن مياه اتزان وعنده 2000 طن وقود. التيبس يعني الطن بير سنتيمتر او تي بي سي بتاع السفينه كان كبير، مهما فرق ال 7000 طن ما عملوش حاجه. شفت المركب وعرفت ان الحادثه دي حادثه مركبه وغير تقليديه، وان الامور التقليديه عشان تنفذ بيها عمليه انقاذ لحاجه غير تقليديه كانت هتبقى صعبه جدا، فكان لازم تبقى حاجه غير تقليديه.
أول التحديات هي تحديات جغرافية وجغرافية المكان نفسه وتغير طبيعة المكان سواء من اتجاه التيار أو سرعة التيار أو المد والجزر في 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 المكان. كان دي معوقات أو إحنا عارفينها وكنا عارفين نتغلب عليها إزاي. والحاجة المهمة والخطيرة إن نتيجة ارتكاز السفينة بالمقدم والمؤخر إحنا عندنا منطقة البحر الأحمر وقناة السويس فيها مد وجزر. مد والجزر ده بيوصل تقريبا ارتفاع 2 متر طالع وارتفاع 2 متر ونازل. فأصبح فيه حاجة اسمها هاجم مسجم في الملاحة البحرية إن هي بتأثر على منتصف السفينة لكنك أنت بتزقها لتحت وترفعها لفوق فأصبح فيه نوع من الشيرينج يعني ممكن لقدر الله في لحظة من اللحظات ممكن كانت السفينة دي تنقسم اثنين. فلما تعرضت عليها فكرة إن احنا نعمل عملية تكريك عشان المية تحت المقدم تجري ويبقى فيه عمق ما تبقاش المركب راقدة على القاع يعني صراحة أنا اتخذت قرار على طول إن احنا ننفذ لأن ما كانش عندنا حاجة غير القطارات الموجودة عندنا. احنا وصلنا ممكن لـ 15 قطيرة ولكن في اليومين الأولين احنا كناش حاسين بأي تغيير. How do you dig out a massive vessel like that? It hasn't been done before and I hope it will never have to be done again. Yeah, so if you look at other container ships that have grounded around the world, it takes time to actually get resources and then the location. So if Sea Land Express on a hostile coast, there was one off Mexico years ago and the dredging operation there took months. That's just because of finding the dredger, mobilizing, and then you've got the weather patterns. So when you have these resources like the Suez Canal have, and it's in the canal, the weather passes, and you've got pretty much a flat surface, so it can work 24 hours a day. So it was the right decision for sure. The salvage of Ever Given within 6 days was unique. The decision to go ahead and move the vessel as soon as they could was a big priority. In most salvage operations, the number one priority is life safety. After that, it's pollution and environmental control. And third is really the economic reasons. But in the case of Ever Given, these were kind of flipped around. Because Ever Given had shut off world trade, principally the route between Europe and Asia, the priority was to open up the Suez Canal. So the decision was made to use dredgers to begin to move silt and soil that had piled up along the left front side of the vessel, the port side bow, and the rear right side of the vessel, the aft side starboard quarter. And what the decision was done was to begin that dredging operation by moving the silt. They could then maneuver the vessel, spin it counterclockwise to get it back into the Suez Canal and free it up. It was a very unconventional salvage because in many ways the ship was precariously sitting on the ends of the vessel. Ships are designed to float, they're designed to free float. And in the case of Ever Given, her bow and stern were aground while her middle was floating. And what you had to worry about was the vessel cracking in half or during the salvage operation, the ship potentially rolling. وبينما تتصدر أزمة إيفر جيفن أخبار العالم وصلت الكراكة مشهور إلى الكيلو 151 لتنضم إلى عمليات الإنقاذ فيما بدأت قطاعات هيئة السويس أعمال الرفع المساحي بما تتضمنه من قياس ورصد ونقل أبعاد موقع الجنوح إلى خرائط ورقية مع استمرار أعمال التكريك ومناورات الشد بالقاطرات. في أثناء ذلك استقبلت هيئة القناة وفداً من شركة سميت الهولندية وهي المكلفة من جانب الوكيل الملاحي لإيفر جيفن للاجتماع مع خليات الأزمة وبحث الحلول لكن الشركة الهولندية لم تطرح مقترحات مبتكرة. ولليوم الثاني على التوالي كانت الملاحة العالمية تتألم. بالنسبة للشركة الهولندية اللي هو الأونر استعان بيها هو الأونر صاحب السفينة وده كان ياباني هو اللي بعتها يعني احنا ما طلبناش حد يجي لنا بس هو من حق الأونر ان هو يستعين بأي شركة تترقى ليه. هو بعت شركة سميت شركة إنقاذ هولندية شركة كبيرة قوي عالمية معروفة على مستوى العالم متخصصة في عمليات الإنقاذ. هما صراحة الناس أثنوا على شغلنا بأمانة ولكن قالوا نحن مش هنقدر نضيف حاجة. كنا بننتقل من سيناريو لسيناريو بسرعه نتنقل بينهم بسرعه
وبنعزز قدراتنا. يعني بقول لحضرتك احنا وصلناها من 15 قطره واثنين كراكه، كمان احنا بنشتغل كمان من البر، يعني كمان زودنا ان احنا شغلنا حفارات من البر، يمكن حوالي 7 أو 8 حفارات من البر كنا بنشتغل بيها كمان عشان الحته اللي في المقدم اللي داخله 12 متر دي نشيل التراب اللي عليها والصخور اللي عليها. اول شيء طبعا الحفار عمل وشال الصخور وبدا يحفر من التربه اللي تحت، فطبعا كان بيجيب غوط 9 متر. وطبعا اما جه حفارات تانية برضه بدات التربه تزيد عليا، فبداوا ياخدوا مني يرموا ورا عشان طبعا التراب كان هيبدا ينزل تحت تاني. So the initial thing was to bring in the tugs and try and pull her free. That didn't work. Then you say, okay, let's start dredging. So they actually had a shoreside operation with the back actors trying to dig around the bow. And then you have the big dredgers sucking and trying to reduce that. And as soon as you can increase the water depth, you're actually improving the condition of the ship. At the same time, you're running a model of the ship to see how all of the stresses and where the weights are. So the fuel, the ballast water, what they can do without damaging it, and also the stability. احنا بعد الحادثه مباشره عملنا محاكاه للواقع بكل الداتا وكل المعلومات اللي حصلنا عليها من اتجاه الريح والتيار قوته حاله البحر في التوقيت ده بره وجوه، وقدرنا نعمل تراك بالضبط للسفينه. اليومين الاولين كانوا صعبين قوي، يعني كنا شغالين جامد، كنا شغال 24 ساعه بالقطرات وما كناش شغلنا الكراكه شغلناها في اليوم الثالث، فما كانش في اي تحرك خالص او اي فيش اي حاجه بتدل ان المركب دي هتتحرك. مع عمل الحفار وبدا يظهر الوسط المائي حوالين مقدمه السفينه، جت بقى الفكره اللي خاصه بفكره التكريك. وكانت التحديات قدامنا تحديات صعبه جدا، لان دي اول مره يكون في شغل بالخطوره ودي والموقف ده، مركب بالحجم ده موجوده في مكان زي ده والكراكه بتقترب منها لمسافه 10 متر وبتزيل الرمال من تحتها، فكان معدل الخطوره عالي جدا. كمان العوامل البيئيه اللي حوالينا، التيار، كان التيار هنا في المنطقه دي وفي السويس عموما تيار شديد جدا، في بعض الاحيان بيصل لخمسة عقده، فكان عامل خطوره كمان على الكراكه وعلى المركب نفسها. ان الكراكه تشارك في تعويم مركب دي برضو من الحاجات اللي يعني قليله جدا او ما حصلتش قبل كده. يعني هيئه قناه السويس هي اول حد تقريبا يحصل تعمل حاجه تشارك كراكه في تعويم مركب. في اليوم الثالث تحسن الطقس قليلا، وهيئه قناه السويس ترصد في تقديرات متتابعه وضع إيفر جيفن. خلية الأزمة تقرر زيادة عدد الحفارات الأرضية واستمرار أعمال التكريك حول مقدم ومؤخر السفينة. وأنا موجود على الكراكة، يعني في ورادي بتتغير، الناس تتغير، ما يقدرش يقعد حد 12 ساعة أو 14 ساعة بيشتغل على المكن مشغل الكراكة وخلي باله وبتاع، فبتغيره تقريبا كل 8 ساعات. كانت الوردية تتغير، الناس اللي كانوا في الوردية خلص يسلم زميله ما ينزلش يستريح، يفضل قاعد. دي حقيقه شعرتني ان لا، ان ربنا مش ممكن هيخذل الناس دي. السيد رئيس الهيئه الفريق اسامه يبقى موجود في العمليه ويقول يعني يديك جرعه نشاط ويبلغ حضرتك الرسائل بتاعت السيد رئيس الجمهوريه ان هو بيثني على العاملين في قناه السويس وبيقول لكم يا جماعه يا رجاله ده عمل وطني انتوا بتعملوه، بيديك حماس مقطع النظير. يعني انت تنام ساعه كانك نايم 24 ساعه، تبقى فايق وفريش ومركز في العمليه عشان تتمها على الوجه الاكمل. واخيرا بدا امل يلوح في الافق. نجحت فرق الانقاذ في تحرير مؤخر السفينه وتشغيل الدفه والرفاص، وسائل الاعلام تناقلت الخبر عاجلا، وخليه الازمه تتنفس قليلا من الصعداء. لكن الوقت يمر ولا أحد يعلم ماذا يخبئ الغد. هو طبعاً كان العالم كله قلقان، بس إحنا كان عندنا يقين إنها هتطلع، لأن زي ما بقول لحضرتك هي بتبقى الأول العملية بنشد، بيبقى فيه غير محسوسة، بنعمل لها مكان. إحنا ما كناش بنشد بس، إحنا كنا بنشد وفي نفس الوقت بنحاول نجيبها سنة كده يمين بالأطراف وسنة كده من الشمال من المؤخر، بحيث مع استخدام دفة ورفاص السفينة بحيث تعمل لنفسها مجرى، تعمل لنفسها، انت عارف حضرتك، خلخلة. وده اللي كان بيحصل. العملية دي بتاخد وقت مع حجم السفينة دي وبالحمولة دي،
وبالأبعاد دي عملية صعبة جدا. مع اليوم الرابع بدأت جهود تعويم السفينة تتقدم ببطء ولكن بثبات، مع حسابات دقيقة لنسب المد والجزر في مجرى القناة. قابلتنا صعوبات فنية موجودة في السفينة، إن لقينا الدفة بتاعت السفينة معالقة أو مستك لزاوية كلها لليسار، وجينا نحركها عاملة عالقة بالجانب اليسار. لما جم الغطاسين ينزلوا عشان يكشفوا سبب تعليق الدفة، التيار كان شديد جدا جدا عليهم، التيار المائي كان شديد جدا. ابتدينا نقترح على ربان السفينة إن هو يستجيب للتعليمات بتاعتنا، إن احنا نشغل المكنة بموتور كهربائي اللي هو تيرنينج جير، بيسموه تيرنينج جير. التيرنينج جير ده ابتدى يعمل فعلا تفريغ للتربة حوالين الدفة، ودي ادتنا فرصة ان خدت وقت مننا تقريبا حوالي اكتر من 24 ساعة تشغيل وتبطيل المكنة بالتيرنينج جير، الى ان حصل ان الدفة بقت حرة. بدأنا نجيب حفارات لونج ارم، وصل العدد في الاخر لستة على بيشغالين على السفينة، واربعة شغالين بيزيلوا في التاكسيات، يعني نقول جنوب وشمال او شمال ويمين السفينة، عشان لما نسحبها تقدر تطلع بسهولة. 29,000 متر مكعب، وإجمالي ما وصل إليه معدل التكريك في خامس أيام جنوح إيفر جيفن. مقدم السفينة يطفو الآن فوق 18 متراً بعد أن كان العمق 8 أمتار فقط في نهاية اليوم الثاني. خطة التعويم تتقدم بثبات، فيما تترقب الوضع 422 سفينة متكدسة شمال وجنوب القناة. الوقت يمر، حتى أن بعض الخبراء والمراقبين صاروا يحسبون تكلفة الالتفاف من حول رأس الرجاء الصالح والعودة لحقبة ما قبل قناة السويس. مع أعمال التكريك ومع أعمال الحفر الأرضي كان بيتم نتيجة يعني استغلال المد والجزر أو ارتفاع المياه وانخفاض منسوبها، كان بيتم يعني في الأوقات اللي ما كانش فيها تكريك وأعمال الحفر كان بيتم أعمال القطر بواسطة إدارة التحركات. الساعة تشير إلى 3:30 من فجر اليوم السادس. الجزر والتيار في أعلى معدلاتهما داخل مجرى قناة السويس، واللحظة قد تكون مناسبة لتعويم السفينة. من أربعة اتجاهات بدأت مناورة كبيرة لتعديل مسار إيفر جيفن. ابتعد مؤخر السفينة عن رمال قناة السويس بمقدار 100 متر واثنين، بعد أن كان قريباً بأربعة أمتار. كادت المناورة تنجح لولا قوة الرياح. النجاح كان جزئياً ونسبة التعويم قاربت 80%. أول مرحلة كان في الفجر اليوم السادس اللي هو يوم 29/3، إن المركب اتحركت المؤخر بتاعها ساب الضفة الغربية، كان على الضفة الغربية، واتعدلت المركب، ولكن ما زال المقدم لسه داخل 12 متر موجودين فيه وماسك فيه. اللي خلى المقدم ما يطلعش إن التيار في الوقت ده مع المد كان جاي من جنوب للشمال، وبالتالي كان بيزقها أكتر. فقلنا احنا نستنى لغاية الجزر اللي هو كان هيبقى 3:30 الظهر، عشان مع الجزر التيار بيتغير بيبقى من الشمال للجنوب. ابتدينا نحسب أوقات الجزر، لقينا أن أوقات الجزر تكون تقريباً يوم 29 صباحاً الساعة 3 صباحاً. إجمالي القاطرات المتعاونة في 15 قاطرة من هيئة قناة السويس، قاطرتين من هيئة المواني، والقاطرة الهولندية الـ ALB جارد ذات قوة شد 230 طن. تم التوصيل، انتهينا من أعمال التوصيل على الساعة 2 صباحاً. 3:30 كان أعلى جزر اللي هو فيه شدة التيار، معروف ان قوه التيار الشد في الفول مون او اكتمال القمر او مولد القمر.
قررت خلية الأزمة التجهيز لمناورة ثانية بعد 12 ساعة انتظاراً لموعد الجزر الثاني، والذي يكون في أعلى مستوياته بين الساعة 2:30 و4:30 عصراً. بسرعة توزعت القاطرة حول مقدم ومؤخر السفينة. القاطرة الهولندية ALB Guard أشركت في شد مؤخر السفينة جنوباً، فيما شدت القاطرتان عزة عادل وبركة واحد مقدم السفينة باتجاه الشمال. حبس الجميع أنفاسه وهو يشاهد ما جرى لحظة إذ انعكس على ملامح ونبرات 600 مهندس وفني مصري. والخبر المفاجأة، مصر تنجح في تعويم الناقلة إيفر جيفن. ابتدت السفينة تخرج بالفعل ابتداء من الساعة 3:30 تتحرك للخروج، والمية ابتدت اتجاه المية وسرعة الريح ابتدت تعاكس الخروج. ضلنا متابعين الموضوع لحد الصبح. مجرد ما الحمد لله بقى في اليوم اللي هو الأخير، كان الحمد لله كنا احنا أخدنا جزء كبير جدا من الكميات التربة المتواجدة حوالين مقدمة السفينة، والحمد لله نجحت عمليات القطر الخاصة بالسفينة طبعا العملاقة، وقدرت تخش تاني المجرى وتم سحبها بقى لمنطقه البحيره. ما تتخيلش فرحه الناس قد ايه لما ربنا كرمنا والمركب اتحركت وطلعت. يعني البيوت كانت بتسال هل خلصته؟ المركب طلعت الحمد لله. شيء يدعو للفخر ان احنا الحمد لله الناس العالم كله قال ان احنا مش هنقدر، والحمد لله احنا قدرنا، واثبتنا للعالم كله ان المصري لما يكون عايز يعمل حاجه بيعملها. Every salver I talked to said that this was going to take weeks if not months to move the vessel off. It was really amazing that they were able to free Ever Given within the short span of time, 6 days, to get her off and keep her maneuverable, be able to sail her up into the Great Bitter Lake and open up traffic on the Suez Canal within the short period of time that she was stranded. It was really an amazing feat of marine salvage. طبعا مش عايز اقول لحضرتك لحظة التعويم الجزء الأولانية. أستاذ الفريق كان بيصلي في الكراكة وقت الفجر، وفوجئ إن الناس قالت له يا فندم المركب عام. توجه لسلكيا إلى وشكر الناس جميعا وقال أنا فخور إن أنا بعمل في وسطيكم. رفع روح معنوية للناس. مش عايز أقول لسيادتك الفرحة العارمة وقت التعويم الجزئي اللي هو كان 4 صباحا أو فجرا، يعني نوع من التهليل، نوع من السراين للقاطرات، الفرحة عبر الـ VHF اللاسلكيات كله هلل طبعاً. وفرحان إن شغل الست أيام يعني تعبك لقيته. الحمد لله رب العالمين، ربنا كافئ الناس كلها وعلى تعب الناس كلها، والمركب فعلاً عامت والحمد لله رب العالمين. فطبعاً إن اليوم إن هي تحرك فيه ده مشاعر طبعاً، تعب راح، مجهود كبير تكلل، إن هي الحمد لله عامت. والكان الأكبر والأحلى إن هي طالعة بسلام، يعني موضوع إن هي تتحرك بسلام كده في المجرى ما يحصلش فيها أي خسائر للناس للمعدات، كلنا مصريين في بعض، الأطراد المساعدات اللي جنبنا، كل المهندسين، كل التيم مصري كلها، يعني دي كانت مشاعر اللي حضرتك بتتكلم عليها فعلا من كل جهة حوالينا، كل الناس مبسوطة، كل الناس يعني حاجة كبيرة قوي حصلت وخطر جدا، والحمد لله عدت على خير وبسلام. يعني دي كانت اللقطة الفرحة بقى اللي احنا كنا مستحملين كل اللي فات وكنا منتظرينها. احنا عملنا إنجاز كبير جدا وفي وقت صغير في مشكلة كبيرة جدا العالم كله كان واقف قدامها. التجارة العالمية تأثرت، سعر الوقود تأثر، الناس كانت بتصل بينا ايه الأخبار، احنا عندنا مشاكل هنعمل ايه. لكن انا اقول حاجة تانية بقى، ان بالرغم ان احنا قعدنا 6 أيام في الوضع دول، ان مفيش سفينة من السفن اللي كانت موجودة في الغطس السويس او في غطس بورسعيد سابت المكان بتاعها ومشيت راحت طريق بديل زي ما كانوا بيقولوا الطرق البديل.
طبعا دي برضو ركزت قوي ان اهميه قناه السويس والدور اللي بتعمله قناه السويس وهي في نظر العالم عامل ازاي والنقل البحري اهميتها ايه بالنسبه له. لو هي القناه دي ماشي بالقوه دي ال 422 سفينه اللي قعدوا 6 ايام قاعدين متعطلين ما دام في طريق بديل ويطلع يروح للطريق البديل فما راحوش. فطبعا احنا فرحتنا كان بكل ده كانت فرحه كبيره جدا. طبعا بلغت سياده الرئيس على طول الصبح يعني في اول مكالمه ليه ان المركب خلاص يعني خرجت نص بتاعها وبقت يعني استنى لغايه الجزر وهنبلغ سيادتك انها تمام. انجز المصريون المهمه بنجاح، لكن كان هناك تحد مرهق ينتظر. مئات السفن المتكدسة فوق مياه القناة. الحمد لله بمجرد ان السفينة تمت عوامها يوم 29 على الفور الفريق أسامة قال لي انا عاوز حركة الملاحة في نفس اليوم تستأنف. في اليوم ده عدينا 113 سفينة ما حصلش في تاريخ حياة قناة السويس. يعني زي ما بيقولوا الفترة اللي هي من 23 ل 29 3 كانت ملحمة ان ازاي نعوم السفينة والعالم كله شهد وكان يعني حاجة مشرفة لمصر. وكان في ملحمة تانية اللي هو ازاي السفن المتكدسة دي نحاول نخلصها في اقرب وقت. كل من بالمكاتب من قائد مينا ومساعدين قائد مينا اضطروا ينزلوا يرشدوا السفن. كان تحدي كبير ان احنا نخلص في وقت قصير 400 سفينة. وفي السادسة من مساء يوم التعويم عادت الحركة الملاحية العالمية إلى مجرى القناة وتمت جدولة عبور الناقلات. إلا سفينة واحدة لن تغادر لن تمر. احنا طبعا السفينة خدناها طلعت حوالي الساعة 3 من منطقة الشحط تعويمها، خدناها من منطقة من الكيلو 151 حتى منطقة البحيرات وألقينا مختفى في منطقة اسمها الـ E1. أول ما عملنا عملية الإنقاذ والمركب وقفت في البحيرات احنا اتكلمنا مع الأونرز وكلمنا مع شركات التأمين وقالوا احنا عايزين نخلص ودي تفاوضي يعني ما نروحش المحكمة. أنا طبعا سمنت الموضوع ده وقلت خلاص أوكي ماشي مش مفيش مشكلة. فضلنا معانا نتفاوض في الأول 10 أيام لقيت إن احنا بقالنا 11 يوم ما بنوصلش حاجة والمركب واقفة عندك بدون وجه حق. يعني انت لا تملك قناه السويس يعني انها تمنع مركب من العبور دخول الخروج ولا تقدر تقبض على مركب ما فيش حاجه قانونيه. ولقينا في بعض المراوغات من بعض الممثلينهم هنا في مصر وكده وبتاع، فبالتالي كان ما كانش في حل تاني الا ان احنا نلجا نعمل حجز تحفظي للحفاظ على حقوق الدوله وحقوق الهيئه، وده وضع مشروع برضو الاتفاقيه الدوليه بتنص على هذا ان احنا اذا ما اتفقناش نلجا للمحكمه. فاضطريت ان انا بعد 11 يوم على فكره يعني مش من اول يوم يعني ان احنا نروح للمحكمه ونطلب عمليه تحفظ على المركب دي عشان بس يبقى معاك حاجه قانونيه بتقول انت موقف المركب دي ليه. ومن هنا ظهر ان سياده الفريق قام بتكليفي بحكم ان انا متخصص في الجزئيه بتاعت التعويضات والمفاوضات، فقام بتكليفي ان انا اشرف على فريق التفاوض وتحصيل حقوق الهيئه. في 13 من ابريل نيسان حصلت هيئة قناة السويس على أمر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالتحفظ على السفينة إيفر جيفن لحين انتهاء جولات التفاوض بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة. كان الجنوح مسؤولية قبطان السفينة وحده. Ultimately, the one person who's responsible for a vessel is the ship's master. The ship's master decides to enter the Suez Canal, although he needs permission from the canal's authority. He decides or she decides the speed of the vessel and has to give approval to every order issued by the pilot. We know that there was a disagreement on the bridge between the ship's pilots and the ship's master. We have that from the recordings during the testimony in the hearings between Ever Given and the Suez Canal Authority. But the ultimate responsibility for command of a vessel rests with the master. دخلت هيئة قناة السويس في مفاوضات شاقة استمرت 3 أشهر مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة. بدأنا في جولات مفاوضات أحياناً كانت بتمتد 3 و4 ساعات في أوقات متأخرة من الليل وبشكل عنيف جداً، وأحياناً يبقى فيها يعني صدام ويبقى فيها يعني شد وجذب ونخرج من الكونفرنس بلا عودة ثم تعود بادرة أمل مرة أخرى، لأن كل فريق
بيحاول ان هو يحافظ على حقوقه اللي عاوزها، والطرف الاخر عايز يدفع اقل مبلغ ممكن يدفعه. احنا عندنا طبقا للقوانين الدوليه والمعاهدات الدوليه كان الامم المتحده متمثله في المنظمه البحريه الدوليه اللي هي الاي ام او اصدرت سنه 89 اتفاقيه دوليه وقعت عليها مصر سنه 91. الاتفاقيه دي ببساطه جميله قوي، لكن عشان شركات التامين بتعاني، ما هو مين اللي بيدفع الفلوس؟ شركات التامين. بضاعه باظت شركه التامين، ماركه غرقت شركه التامين، ماركه حرقت شركه التامين. فنعمل ايه؟ قال لك لا احنا هنقول في الاتفاقيه دي ان مكافاه الانقاذ، ركز معايا، مكافاه الانقاذ الناجمه على الانقاذ، خدت بالك، تتم بما لا يتجاوز ما تم انقاذه. بمعنى ايه؟ يعني انا النهارده انقذت ممتلكات على السفينه ولا حاجه ب 100 مليون، نبقى انا كمنقذ ده انا من حقي اطالب بال 100 مليون. احنا كنا مش بندور على مكاسب على فكره، مش بندور على مكاسب ماديه يعني، لكن احنا كنا عايزين حق الهيئه يرجع. بس الاول الحاجات اللي احنا خسرناها والمصاريف اللي اتصرفت، لو علينا عندك عامل مهم ان الاونر ناس عملاء عندك في هيئه قناه السويس وليهم اسطول كبير وناس محترمين جدا ونقدرهم، وبالتالي برضه ما كنتش عايز تخسرهم، فانت تكون بين شد وجذب ان انت مش عايز تخسر حقك ومش عايز تخسر العملاء، والاثنين متناقضين يعني. وبدانا من هنا مرحله التفاوض، وتم الحجز على السفينه، وقلنا احنا مش هنقدر نخرج السفينه من مكانها الا ما نحصل على الضمانات الكافيه للحصول لقناه السويس على حقوقها. مفاوضات تكللت في نهايه الامر بالاتفاق على بنود تسوية من بينها إطلاق سراح السفينة في 7 يوليو تموز عام 2021، وتحديداً في 1 ظهراً، لتمر إيفر جيفن أمام منصة احتفالية دشنتها هيئة قناة السويس وقد أطلقت صافرتها تحية للمحتفلين. طلبوا مني في الإدارة إن كان في احتفال معمول في الإسماعيلية هنا في المارينا الجديدة، وكنا عايزين طالبين المركب تعدي الساعة 1 بالظبط قدام المنصة. طبعاً أنا ظبطت السرعات بتاعتي والمسافات على أساس إن أنا أقدر أعدي في التايم اللي هم محددينه. كان كل شوية بيكلموني في برج المراقبة علشان يطمنوا السرعات أخبارها إيه، في أي مشاكل، في أي حاجة. الحمد لله قدرنا نوصلها بالدقيقة قدام المنصة وهي بتعدي، والحمد لله بعد ما عدت المنصة مشينا سرعات عادية ولغاية بورسعيد الحمد لله. توجه إلينا الشكر من النقل البحري، من التوكيل السفينة إيفر جيفن على المجهود اللي قام، والأبطان شاهد بنفسه المجهود اللي قمنا بيه، خدنا شكر من الأبطان نفسه، شهادة من الأبطان نفسه، شهادة من التوكيل السفينة إيفر جيفن، اللاينر بتاع السفينة أو الأونر بتاع السفينة في المجهود اللي تم بعزلناه في تعويم السفينة. خدنا شكر من الـ IMO المنظمة البحرية العالمية. بعد تأكيد البنك المركزي وبعد حصولنا على كل ما نريد، أمر سيد الفريق بتحرك السفينة إيفر جيفن كي تغادر المياه الإقليمية المصرية وكي يرحب بها في أي وقت آخر. وكان أبلغ رد إن احنا تم إنقاذ السفينة دي وتعويمها في 6 أيام، وكانت كافة مراكز الإنقاذ البحري الدولي وكافة دول العالم قالت ان انقاذ السفينه دي وتعويمها لن يقل عن من 3 لـ4 شهور عشان يتم تعويمها. Without the Suez Canal we'd all be suffering, and of course if the Suez Canal happened to be accidentally blocked we'd immediately feel the pain, and that's what happened in March this year. وكأن الدنيا بحاجة لأن تتذكر أن مجرد مرور مراكبها بعادية يومية في مجرى قناة السويس هو نعمة كبرى لهذا العالم. هكذا كان درس الأيام الشاقة التي شهدت ملحمة عمل مصرية مكتملة الأركان، ملحمة توجت فجر اليوم 6 بالتعويم واستكملت فيما بعد بالتحكيم، لتثبت مصر بقدرتها الفائقة في إدارة أزمة إيفر جيفن أنها الضامن الوحيد لسلامة الشريان الرئيسي لتجارة العالم، حتى وإن جنحت الأحداث بما لا تشتهي السفن. فخامة الرئيس، لقد كانت مساندتكم الكاملة وحرصكم على التواصل ساعة بساعة مع مجهود تعويم السفينة إيفر جيفن هي مفتاح النجاح. اسمحوا لي إن احنا نحيي
الهيئة بكل العناصر من أول رئيس الهيئة لغاية يعني أصغر من شارك من العاملين بالهيئة في هذا الموضوع. اسمح لنا احنا نحييهم لو سمحتم. مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يواتي. اللي عالدفه صنايعي واللي عالمجدف زناتي واللي فوق الصاري كاتب كل ماضي وكل آتي. اللي فوق الصاري كاتب كل ماضي وكل آتي. عقدتين وتلتة تبتة تركب الموجة العافية توصلي بر السلامة بعجبانية وصبية يا بابا.